بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. في إنجيل هذا الصباح المبارك يخبرنا عن لاوي اللي هو متى العشار، أحد تلاميذ السيد المسيح. لاوي بعدما تبع السيد المسيح كان عايز يحتفل بميلاده الجديد، دعا زمايله العشرين علشان يشوف السيد المسيح بجماله وكماله، يمكن هم يتغيروا زي ما هو اتغير. جلس المعلم والتلاميذ حوالين المائدة اللي جهزها لاوي، الكل فرحان ومبسوط، لكن هذا المنظر لم يسترح له الكتبة والفريسيون. اتذمروا قالوا لتلاميذه: ليه بتاكلوا مع العشرين والخطاة؟ ربطوا ما بين العشرين والخطاة، ألصقوا الخطية بالعشرين حسب معرفتهم. ربنا ما سابهمش في جهلهم، قال لهم المثل الجميل ده: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. أنتوا بتفتكروا يا كتبة ويا فريسيين إن كنتوا عارفين؟ لا، معرفتكم ناقصة. أنتوا مش عارفين إن أنا هو الطبيب الشافي اللي جاي علشان أشفي كل أولادي من مرض الخطية؟ أنتوا أبرار في أعين أنفسكم، أنا جاي علشان الخطاة المرضى، لأن أنا هو الطبيب الحقيقي الذي لأنفسكم وأرواحكم. بنفس هذا المنوال كان إنجيل العشية بيحكي نفس الموضوع، ناس واثقين بنفسهم وإن هم أبرار وبيحتقروا الآخرين، قال لهم مثل الفريسي والعشار. الفريسي رجل بار في عين نفسه، معرفته متكبرة، ومن ضمن صلوات الفريسي يقول لربنا كده: أشكرك لأنك لم تخلقني امرأة، مع الاعتذار للسيدات، ولا أمميا، وينقد الآخرين ويقول له: أنا لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار. يظن أنه الوحيد العارف بالله، يريد أن يعلم غيره فقط ولا يعلم نفسه، ولهذا لم يسمع الله لصلاته ولم ينتفع بعلمه ولا بالتوراة ولا بحفظه للناموس. أما العشار فرفع قلبه وطاط راسه في خشوع، ومع التوبة والدموع قال: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. احنا النهاردة أمام موضوع المعرفة، قدامنا نوعين من المعرفة: معرفة قصيرة دارة، ومعرفة مستنيرة سارة. المعرفة الدارة صاحبها زي واحد يكون في عينيه مرض غمد، ما يقدرش يفتح في النور، نور الإنجيل، نور الوصية، لئلا تتكشف له أعماق الخطية. بل أيضا هو زي الأعمى، أعمى يقود أعمى، الاثنين يسقطوا في الحفرة. هذه المعرفة الضارة تقودنا إلى الخطية، لأن الإنسان عايش في عدم معرفة، عايش في جهل، عايز يعمل ما بداله، لا يريد الله في حياته. قال الجاهل في قلبه: ليس إله. ومن هنا جاءت نظرية الإلحاد، أن ينكر وجود الله ليفعل ما يشاء ويخطئ كيفما شاء. من هنا
يبتعد الإنسان عن المعرفة، معرفة الله، يبتعد عن الكنيسة، يبتعد عن وسائط النعمة، حتى يظل في حمأة الخطية، بل قد يؤدي عدم معرفتنا إلى الهلاك، كما يقول الكتاب: هلك شعبي من عدم المعرفة. ليه كترت المشاكل الأسرية؟ ليه كتر النزاع ما بين الآباء والأبناء، صراع الأجيال؟ ألأن الآباء لا يحسنون تربية أبنائهم؟ أم لأنهم ما بيشعروش باحتياجاتهم؟ أم لأن الآباء ما بيقدروش مشاعر وظروف أبائهم؟ وليه كتر الأتعاب بين الزوج والزوجة؟ يظن الزوج أن زوجته هي قطعة أو إحدى قطع أثاث المنزل، امتلاك حب وليس امتلاك وليس حب. ده كله نتيجة عدم المعرفة، عدم التكيف النفسي. معرفة الله ليست في قلبه، لا يستطيع أن يعطي زوجته حنانا وعطفا، وهي لا تستطيع أيضا، قد لا تستطيع أن تعطيه تقدير والتزام واحترام، وبالتالي يصير العناد بين الطرفين. هذه هي عدم المعرفة. وأصعب شيء أن الإنسان ما يعرفش نفسه، يفتكر في نفسه أمجاد كثيرة، ينسى أنه مخلوق إلهي، ينسى أنه مخلوق لأعمار صالحة، ما يعرفش نفسه، ما يعرفش ليه ربنا أوجده، همه في العالم وانشغال بالعالم ومطالب العالم، وكما يقول الكتاب في هذا الصباح: كل من في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. وهذا كله يقود إلى تكبر وتجبر وعدم معرفة. ده اللي حصل مع نبوخذ نصر ملك بابل، اللي قال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة، بقوة اقتداري وجلال مجدي؟ ظن في نفسه كل شيء، معرفش نفسه هي مين، معرفش يقول لنفسي: يا نفسي انت مين، انا التراب اياك تنسي. علشان كده جاله الصوت وقال له: يا نبوخذ نصر الملك، ان الملك قد زال عنك، يطردونك بين الناس، تكون سكناك مع حيوان البر، يطعمونك العشب كالسيران. هذا الملك العظيم ابتلى جسده بندى السماء، طال شعره كالنسور، وأظافره مثل الطيور، وفي نهاية الأيام تحنن الله عليه لما رجع إليه عقله، وعرف أن في السماء إله، هو مخلوق بسيط كالناسي، إنه هو من الطين ومن التراب. لما عرف أنه في السماء إله، رجعت له أدميته وملكه. احنا اتكلمنا بعض الشيء عن المعرفة الضارة، وماذا عن المعرفة المستنيرة وازاي نقتنيها؟ المعرفة المستنيرة نامية متزايدة، تماما تشبه الإناء الذي كلما يتسع يدخل الله فيه حكمة ومعرفة وفهم. كلما أتصاغر أمام الله واتضع أتسع، يملأنا الله من عقله الإله الكبير. عقولنا الصغيرة مرتبطة بالعقل الإله الكبير، تحمل نفس الجزيئات الإلهية، المعرفة الطيبة، النور الإلهي، الحكمة الإلهية. يعطينا الله مواهب عظيمة من المعرفة والنمو. يبقى لازم يكون عندنا استعداد للأخذ، وإلهنا العطاء هيكون عنده استعداد أكبر للعطاء.
معرفتنا أيضا تتسم بالبساطة والحكمة، نامية متزايدة بسيطة حكيمة. البساطة كما يقول أبي الآباء وراعي الرعاح قدسة البابا شنودة الثالث، أدام الله حياته ومتعه بالصحة والعافية وأرجعه إلى بلادنا المحبوبة بسلام. يقول لنا قداسة البابا أنه لا تعارض بين هذا القلب البسيط والعقل الحكيم. ربنا نفسه قال لنا كده، كونوا بسطاء كالحمام، حكماء كالحيات. وهذه إحدى صفات السبت العذر اللي احنا فرحانين بصومها هذه الأيام، تلقبها الكنيسة الحمامة الحسنة، كما تلقبها الكنيسة أيضا بالعذرة الحكيمة، لأنها كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة به في قلبها. هذه البساطة في المعرفة ربح بها كثيرون معرفة أكثر وفضائل أكثر ومعاملات الله معهم أكثر، أكثر من كثيرين ممن يظنون أنهم عقلاء وفهماء وحكماء. تحضرني في هذه المناسبة قصة رأيتها بنفسي، قصة عم فؤاد بياع الجاز في مدينة الأقصر المحب المسيح، كان بيمشي بعربيته بتاعت الجاز ويفوت على البيوت علشان يديهم الوقود. الكلام ده كان من حوالي 40 سنة. كل ما يقرب عم فؤاد ناحية كنيسة العذراء في الأقصر يوقف العربية، يدخل الكنيسة يصلي صلاته أمام أمونة العذراء ويرجع يكمل شغله. في يوم من الأيام عم فؤاد تعب بالليل وزاد فيه الألم، قعد يصرخ في أنين ودموع لرب يسوع ولأمه العذراء ويقول انجديني يا عذراء، اشفيني يا عذراء. من كثر التعب عم فؤاد راح في النوم، وإذا به يرى الست العذراء وهي لابسة بلطو أبيض، العذراء الحكيمة، وتقول له مالك يا عم فؤاد، أنت بتنادي عليا ليه؟ قال لها أنا تعبان قوي، اشفيني يا ست عذراء. قالت له ما تخافش، أنا جاية مخصوص علشانك. كشفت عن جنبه، جابت المشرط، فتحت، طلعت الحصاوي من الكلية بتاعته، حطتها على قطنة على ترابيزة جنب السرير بتاعه. نام عم فؤاد، ولما صحى الصبحية بيبص كده لقى القطنة وعليها الحصاوي. بفرح شديد جه عندنا في الجمعية، جمعية مرمرقس بالأقصر، للأستاذ اللي علمنا أستاذ ألفي ناشد، وراله الحصاوي اللي جوه القطنة. كلنا فرحنا، كلنا هنينا عم فؤاد لبساطته، إنسان الوسيط ربح الكثير. علشان كده احنا بنرنم للعذراء ونقول لها في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، كالأم الحنونة بك نستعين، اظهر المعونة منك للبنين. العذراء حنينة، والعذراء بسيطة، والعذراء حكيمة، عشان كده كانت معرفتها كبيرة. أيضا المعرفة من ضمن مزاياها إنها ذات إفراز، إفراز يعني تمييز. مرة سألوا الأنبا أنطونس، وقالوا له إيه أعظم الفضائل؟ قال لهم الإفراز، أي التمييز. كل فضيلة لا يكون فيها إفراز أو تمييز، ممكن هذه الفضيلة بدل ما تفيد صاحبها تضيعهم. علشان كده الكتاب قال وعلى فهمك لا تعتمد. راجع نفسك في كلامك، خلي عندك إفراز، خلي عندك تمييز، راجع نفسك في كلامك، راجع نفسك في تصرفاتك، راجع نفسك في التعليم اللي بتتعلمها والتعليم اللي بتعلمها لأسرتك أو لإخواتك أو لأولادك.
هل هي حسب تعاليم وصايا الإنجيل وحسب تعاليم وصايا الآباء القديسين، فتكون منفعة ليك ومنفعة لمن حولك. من مزايا هذه المعرفة المستنيرة أيضا أنها تعطي محبة للآخرين، بتقدر الآخرين، بتحبهم، بتعرف ظروفهم، احتياجاتهم، بتشاركهم في وجدانهم ومشاعرهم. هكذا كانت أيضا الست العذراء، دعي يسوع مع أمه إلى عرس قانا الجليل، فجأة الناس احتاسوا إذ فرغت الخمر. العذراء حست بيهم، وصلت الخدام وقالت لهم روحوا لابني، ابن يسوع، كل اللي يقوله لكم اعملوه. وحقق الرب يسوع طلب امه العذراء من اجل محبتها، ما يقدرش يكسفها. حقيقي هي حاسه بينا، مشاركه لينا، تدينا نعمه وتدينا بركه ودايما تشفع فينا. كيف نقتني هذه المعرفة المستنيرة؟ ازاي نقتنيها؟ اطلبها في صلواتك وتضرعاتك. قول مع داود النبي: عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك. وستجد ان الله نفسه سيهتم ويعطيك هذه المعرفة. يقول كده في الاصحاح الوداعي اصحاح 17 إنجيل يوحنا: عرفتهم اسمك وسأعرفهم. بيحب ربنا المعرفة، بيحب ربنا يعرفنا. اطلبها في صلواتك، لأن كل من يطلب يأخذ، اطلبوا تجدوا. أيضا ابحث عنها في كلمة ربنا. كتير ما نقرأ في الكتاب المقدس سواء صغيرين ولا كبار، ولغاية الآن احنا نقول في حاجات مش فاهمينها. إلجأ يا صديقي إلى الذي فتح أذهان تلاميذه ليفهموا الكتب، وقل له فهمني يا رب، عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك. معروف عن القديس العظيم الأنبا ابراهام أسقف الفيوم إنه كان بيحب الكتاب المقدس، يحب وصايا ربنا، يجمع شعبه كل ليلة بعد صلاة عشية ويقرأ لهم الإنجيل ويفسر لهم الآيات الصعبة. بولس الرسول يمتدح تلميذه تيموثاوس ويقول: لأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. داود النبي يقول آيات عديدة وكثيرة جدا، خاصة في المزمور 119 المزمور الكبير: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. اطلب، اقرأ بفهم كلمة الله، انصت إلى صوت الله داخلك، فروح الله الساكن فيك سيعلمك كل شيء، يرشدك إلى جميع الحق. لكن ليه ما بنسمعش هذا الصوت؟ لأننا في زحمة الحياة، في دوامة الحياة، نفتقر إلى الهدوء والصمت. انصت، إذا لازم تهدأ وتصمت. إيليا النبي العظيم اختبأ من أمام وجه إيزابيل الشريرة والملك أخاب، وقعد لوحده عند نهر كريت. ربنا عايز يقومه كده، يعرفه أنه ما زال هو رجل الله العظيم المحبوب الناري. حدثت زلزلة وريح عاصفة ونار، ولم يكن الله في الزلزلة ولا في الريح ولا في النار. ولما جه الصوت المنخفض الخفيف يقول له: ما لك ها هنا يا إيليا؟ سمع صوت ربنا ورد له بهجة خلاص. قديس مار إسحاق السرياني يقول: إن أردت أن تعرف رجل الله استدل عليه من سكوته، كثر الكلام، كثرة الكلام لا تخلو من معصية. في الهدوء والصمت تستطيع أن تتكلم مع الله بطلاقة. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء.
إذا نقتنيها في الصلاة، نقتنيها في كلمة الله، نقتنيها عندما ننصت إلى صوت الله، نقتنيها من خلال الخبرة الروحية. أنت عايز المعرفة تجي على الجاهز كده؟ احنا تعلمنا ألف ب، بعد كده كلمات، وبعد كده جمل، وهكذا. موسى تهذب بكل حكمة المصريين، ولكن لم تكن له خبرة روحية، ففشل في أول امتحان له عندما دافع عن أخيه الإسرائيلي وهرب من أمام وجه فرعون إلى البرية. وفي البرية بدأت الخبرة الروحية وازدادت الحكمة، ولما ازدادت الحكمة قال إن أنا إنسان ثقيل اللسان، لا أقوى على الكلام، أدي العرف إلي، أدي العرف موسى لما قعد في البرية وخد خبرة روحية. أيضا نقتني الحكمة والمعرفة من خلال الهدوء والصمت، ومن خلال الخبرة الروحية، وأيضا من خلال التجارب. ليه يا رب تسمح بالتجارب؟ كلنا عارفين أفضل مثل لنا في هذا الموضوع أيوب الصديق، إذ كان بارا في عيني نفسه، كان كويس جدا في كل حاجة، شهد له الكتاب المقدس أعظم شهادة أنه كان إنسان بار، ولكن نقصه شيء واحد، يعرف أنه ضعيف، طبيعته قابلة للسقوط، كان يقدم محرقات عن أولاده، يمكن أخطأه، ولم يكن يقدم محرقات عن نفسه، أنا كويس. ولما ازدادت التجارب وتعبه أتعبه المعزون المتعبون أصحابه، تعب، ابتدى يصرخ وجه ربنا ويقول له فهمني لماذا تخاصمني. لم يدرك أيوب أن أحكام الله ما أبعدها عن الفحص وطرقها عن الاستقصاء. من عرف فكر رب أو من صار له مشيرا، ربنا يقول له بصوت بجلال عظيم، من هذا الذي يصدم القضاء بكلام بلا معرفة؟ وعد يسأله 30 سؤال. أخيرا أمام كل هذا وفي بوتقة التجارب والآلام، عرف أيوب أكثر ربنا واستجاب وتعقل وقال نطقت بما لا أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها، بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني. نعرفه أيضا من خلال الاتضاع، لازم كلما اتضع ارتفع وأعرف أكثر. قديس بقدس الكبير مرة شاف صبي صغير اسمه زكريا، وكان ولد بار وقديس، فقال له عايز منك كلمة منفعة يا زكريا. تعجب هذا الصبي وقال له أنت يا أبي كوكب البرية ومنارها، وتطلب مني كلمة منفعة مني أنا الصغير؟ أجابه القديس مقاريس في التضاع، أنا واثق يا ابني بالروح القدس الذي فيك أن عندك شيئا ينقصني أن أعرفه. التضاع، أدي مقاريس الكبير الطوباوي في القديسين. أخيرا نقتني الحكمة ونقتني المعرفة بثبات حبنا ربنا، عشان كده بولس الرسول يقول لأعرفه. كيف تعرفه أيها القديس الكارث العملاق العظيم في القديسين؟ لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. أنا بحبك يا رب، ليس من خلال القيامة فقط وأمجدها، ولكن من خلال شركة الآلام معك، بل وأموت معك من أجلك، نمات كل النهار، من سيفصلني عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ لأنها كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار.
هذه المعرفة ولهذا الحب استطاع الآباء القديسين أن يجوزوا نيران الآلام زي ما حصل مع قديس بوليكربوس أسقف أزمير اللي هي سميرنا، أكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا اللي جال في سفر رؤيا، لما حاولوا وهو راجل شيخ كبير إنه يقولوا له مش هتقدر يا سيدي، انكر كده كلمة قولها إنك أنت ما تعرفش ربنا وجدف عليه قدامنا كده، بعد كده روح لحالك. ثبات المحبة عشان هو عارفه كويس، اقتنى المعرفة بثبات الحب، حب الإله يملأ قلبه. قال لقد خدمت المسيح 86 عام ولم يصنع بي شرا، فكيف أجدف على ملكي الذي خلصني وقدم حياته ثمنا لمعرفته الثابتة بمحبة إلهه وحبه هو لإلهه. هكذا يا صديقي ستعرف الله أكثر، وفي الأبدية سنعرف الله أكثر، وستضاءل أمامنا سائر المعرفة تماما كمن يصعد الجبل تصغر أمامه سائر الموجودات. يصير لك رب كل شيء في حياتك، وانت تقول له كلي لك بجملتي، قدس حياتي ومقصدي. يسمعك رب صوتا من السماء بالبركة التي كان يبارك بها اللاويون شعب إسرائيل، يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. والمجد لإلهنا دائما أبديا، آمين.